بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 147. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث ما هو معظم في الشريعة كيوم عاشوراء ويوم عرفة ويومي العيدين والعشر الأواخر من شهر رمضان والعشر الأول من ذي الحجة وليلة الجمعة ويومها والعشر الأول من المحرم ونحو ذلك من الأوقات الفاضلة، فهذا الضرب قد يحدث فيه ما يعتقد أن له فضيلة، وتوابع ذلك ما يصير منكرا ينهى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الضرب الثالث من ضروب مراتب العمل، مراتب العمل ما يكون له فضيلة ورد بها الشرع. نعم. وذلك كالعبادة في الأيام التي عظمها الله سبحانه وتعالى، كالعشر الأواخر من رمضان ليلة القدر وعشر ذي الحجة وشهر المحرم وعاشوراء، فهذه يقتصر العمل فيها على الوارد في السنة، وقد يحدث بعضهم فيها أشياء ليست من السنة وتكون زيادة على المشروع، فيبين أن ما زاد على المشروع فإنه ينهى عنه ويقتصر على الشيء المشروع. وهذا قد يضيف بعض الناس إلى العبادات زيادة يجتهد فيها بدافع حب الخير، ولكن لا يقر على ذلك، ويبين له أن الزيادة على ما شرعه الله في هذه الأيام أو هذه الأوقات الفاضلة أن الزيادة ليست مشروعة ولا يؤجر عليها بل يأثم عليها. نعم، خصوصا إذا كان ممن يعلم ذلك. السلام عليكم. قال رحمه الله: مثل ما أحدث بعض الأهواء في يوم عاشوراء من التعطش والتحزن والتجمع وغير ذلك من الأمور المحدثة التي لم يشرعها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف، لا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من غيرهم. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر، وهو يوم معظم من قديم الزمان في الشرائع، لأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، وقد صامه موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام شكرا لله، وصامه أتباعه، وصامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه أمر بصيام يوم قبله مخالفة لليهود. هذا هو المشروع فيه، فلا يزاد على ذلك مثل ما أحدثه بعض الفرق من جعله يوم حزن ويوم عطش ويوم كآبة ويوم بكاء، بحجة أن الحسين رضي الله عنه قتل في هذا اليوم، فهذه إضافة محرم، وقتل الحسين رضي الله عنه مصيبة بلا شك،
رضي الله عنه، ولكن المصائب تقابل بالصبر، تقابل بالصبر على المصيبة، وقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله. أما أن يحدث فيها حزن، الحزن والجزع والسخط وضرب الأجسام بالسياط أو بالحديد، فهذا كله من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، فهي إضافة أضافوها من عند أنفسهم لا تقبل. وكذلك على العكس، هناك من الناس من يجعل هذا اليوم يوم فرح وسرور، ويزينون أولادهم، وقد يصنعون شيئا من الأطعمة وغير ذلك، ويظهرون الزينة، وهذا أيضا مبتدع، هذا العمل أيضا مبتدع. إنما المشروع في يوم عاشوراء هو صيامه شكرا لله عز وجل على نصرة الحق وقمع الباطل، هذا هو المشروع. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: لكن لما أكرم الله فيه سبط نبيه أحد سيدي شباب أهل الجنة وطائفة من أهل بيته بأيدي الفجرة الذين أهانهم الله، وكانت هذه مصيبة عند المسلمين يجب أن تتلقى به المصائب من الاسترجاع، المشروع، فأحدث بعض أهل البدع في مثل هذا اليوم خلاف ما أمر الله به عند المصائب، وضموا إلى ذلك من الكذب والوقيعة في الصحابة البراء من فتنة الحسين رضي الله عنه وغيرها أمورا أخرى مما يكرهها الله ورسوله. نعم، هذا توضيح لما أحدث في هذا اليوم مما لم يشرعه الله ورسوله، وهو إظهار الجزع والسخط والبكاء والعويل ورفع الأصوات بالتسخط واعتبار يوم حزن، وقد يضربون أنفسهم بالحديد والسلاسل، هذا كله من البدع، وهذا من العذاب العاجل الذي ما أنزل الله به من سلطان. ويتهمون بذلك قتل الحسين رضي الله عنه، يتهمون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشاهم، ولكن الذين قتلوهم رجال فتنة، هم أهل فتنة وليسوا من الصحابة ولا من أهل الفضل، وإنما قتله رجال فتنة. والحسين رضي الله عنه هو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن فاطمة ابن بنته، وهو مع أخيه الحسن سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنهما. فالمسلمون يتلقون هذه المصيبة بالصبر واحتساب الأجر، ويترضون عن الحسين رضي الله عنه، هذا هو المشروع. نعم. قال: وقد روي عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث استرجاعا وإن تقادم عهدها كتب الله له من الأجر مثلها يوم أصيب. رواه أحمد وابن ماجه. هذا الحديث عن الحسين نفسه رضي الله عنه، رضي الله عنه، أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أصيب بمصيبة فذكرها فأحدث لذلك صبرا واحتسابا واسترجاعا وإن تقادم عهدها فله أجر الصابرين المحتسبين. فهذا فيه رد على هؤلاء الذين قلبوا الأمر وجعلوا هذا اليوم يوم بدعة ويوم شر، إما بحزن وبكاء وعويل، وإما بسرور وفرح وتوسعة على العيال كما يقولون. نعم. حسن الله عليكم. قال: فتدبر كيف روى مثل هذا الحديث الحسين رضي الله عنه وعنه بنته التي شهدت مصابه. نعم، تدبر
من لطائف حكمة الله سبحانه أن هذا الحديث رواه الحسين وبنته التي حضرت المصيبة وشهدت قتل أبيها، ومع هذا رووا ما يرد على الذين أحدثوا في هذا اليوم ما لم يشرعه الله ورسوله، وإنما يكون فيه الصبر والاحتساب والدعاء في جبر المصيبة. لا شك أن قتل الحسين رضي الله عنه مصيبة على المسلمين، فالمفروض فيها الصبر والاحتساب والترضي عن الحسين رضي الله عنه. نعم. وأما اتخاذ أمثال أيام المصائب مآتم فهذا ليس في دين المسلمين، بل هو إلى دين الجاهلية أقرب. نعم، الله جل وعلا قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. فقتل من الصحابة من قتل، قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قتل أمير المؤمنين عثمان، قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب جد الحسين، ومع هذا لا يجوز أن يحدث في أيام مقتلهم شيء من ما أحدثه هؤلاء في مقتل الحسين. نعم. قال: ثم فوتوا بذلك ما في صوم هذا اليوم من الفضل. نعم، تركوا المشروع الذي هو صوم هذا اليوم لا لمناسبة قتل الحسين، وإنما هذا شرع قديم، وهو شكر لله سبحانه على نصر المسلمين وقتل عدوهم وهو فرعون. نعم. وأحدث بعض الناس فيه أشياء مستندة إلى أحاديث موضوعة لا أصل لها، مثل فضل الاغتسال فيها أو التكحل أو المصافحة. هذا على عكس ما يحدثه أهل الجزع، يجعلون هذا اليوم يوم سرور، وبزعمهم أنهم يردون على هذه الطائفة. هذا غلط، فالباطل لا يرد بالباطل. نعم. إنما يرد بالحق. وما روي فيه من الأحاديث في أنه يظهر فيه الفرح والسرور والتوسعة على الأولاد والاكتحال والتزين لا أصل له، موضوع. نعم، لا أصل له. قال: وهذه الأشياء ونحوها من الأمور المبتدعة كلها مكروهة، وإنما المستحب صومه. نعم. وقد روي في التوسيع، عرفنا الحكمة من صومه أنه ليس لأجل قتل الحسين رضي الله عنه وإنما هو مشروع صومه قديما من عهد موسى عليه السلام. نعم. وقد روي في التوسيع على العيال في آثار معروفة، أعلى ما فيها حديث إبراهيم ابن محمد ابن منتشر عن أبيه قال: بلغنا أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. رواه عنه ابن عيينة، وهذا بلاغ منقطع لا يعرف قائله، والأشبه أن هذا وضع لما ظهرت العصبية بين الناصبة والرافضة. نعم، كما أن الرافضة وضعت أحاديث وكذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم، فكذلك الناصبة الذين ناصبوا أهل البيت العداوة فوضعوا أحاديث في ذمهم وفيه، وفرحوا بقتل الحسين رضي الله عنه، وهذا كله باطل. فنحن نتولى الحسين ونترضى عنه رضي الله عنه ونحبه ونصاب في مقتله، ولكن لا نحدث شيئا لا من جهة الجزع ولا من جهة الفرح. نعم، إنما يقتصر على ما شرعه الله في هذا اليوم، وهو الصيام الذي يكفر السنة الماضية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: والأشبه أن هذا وضع لما ظهرت العصبية بين الناصبة والرافضة، فإن هؤلاء اتخذوا يوم عاشوراء مأتما، فوضع أولئك فيه أثارا تقتضي التوسع فيه واتخاذه عيدا، وكلاهما باطل. نعم، وضع هؤلاء وهؤلاء أثارا، يعني كذبوها من أجل أن ينصروا مذهبهم، وهذه طريقة أهل الباطل. الباطل ليس عليه دليل دائما وابدا. نعم. وإنما أهله هم الذين يكذبون ويضعون له أدلة مصطنعة. نعم. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في ثقيف كذاب ومبير.
نعم. فكان الكذاب المختار ابن أبي عبيد، وكان يتشيع للحسين، ثم أظهر الكذب والافتراء على الله. نعم، الذي أسس هذه البدعة وهي ما يعمل في يوم عاشوراء هو المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة، وحصل منه سفك للدماء، وهو كذاب كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كذاب، فوضع أحاديث على الرسول صلى الله عليه وسلم في مناسبة هذا اليوم، لأنه كان يتشيع للحسين بزعمه. نعم. قال: وكان يتشيع الحسين، ثم أظهر الكذب والافتراء على الله، وكان فيها الحجاج ابن يوسف، وكان في انحراف عن علي وشيعته، وكان مبيرا. نعم، المبير معناه الذي يقتل بغير حق، كثير القتل، وهو الحجاج، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فظهر الكذاب وهو المختار بن أبي عبيد، والمبير وهو الحجاج. فالمختار بن أبي عبيد يتشيع لأهل البيت ويدس الكذب كفرق الشيعة، وأما الحجاج فهو على العكس، يحصل منه منافرة لأهل البيت، ولكنه لا يكذب، هو الحجاج مع ظلمه لكنه لا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم أنه على النقيض من المختار. من المختار، نعم. لكن الحجاج المختار لا يتولى المسلمون منهم أحدا. الحجاج لا يسب ولا يحب كما قال الشيخ تقي الدين، لا يسب ولا يحب، نعم. وأما المختار فيبين ضلاله ويبين افتراءه، نعم. أحسن الله إليكم. الحجاج على ظلمه لم يكذب في الحال. على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. بل قالوا أنه خدم القرآن بوضع الشكل ووضع النقاط، وكان يقوم من الليل، وكان له جهد في تلاوة القرآن، نعم. أحسن الله إليكم. قال: وهؤلاء فيهم بدع وضلال، وأولئك فيهم بدع وضلال، نعم. وإن كانت الشيعة أكثر كذبا وأسوأ حالا، لكن لا يجوز لأحد أن يغير شيئا من الشريعة لأجل أحد، وإظهار الفرح والسرور يوم عاشوراء وتوسيع النفقات فيه هو من البدع المحدثة المقابلة للرافضة. نعم، لا يجوز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل نصرة المذهب، لأجل مناصرة المذهب والاتجاه الذي يكون عليه الإنسان أو الطائفة التي يميل إليها ويحبها. قد قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والعياذ بالله. لا يجوز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل نصرة المذهب أو القول، نعم. صلى الله عليكم. قال: وقد وضعت في ذلك أحاديث مكذوبة في فضائل ما يصنع فيه من الاغتسال والاكتحال وغير ذلك. نعم، هذا الجانب الذي ضد أهل الجزع، نعم. وصححها بعض الناس كابن ناصر وغيره، وليس فيها ما يصح. نعم، وإن صححها بعض الناس فإنها ليست صحيحة بالتتبع والتحقيق وإجراء ضوابط الصحيح عليها، تخرج مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن رويت لأناس اعتقدوا صحتها فعملوا بها ولم يعلموا أنها كذب، فهذا مثل هذا. نعم، وضعت لأناس عوام أو جهال وثقوا بمن رواها فعملوا بها، وعملهم ليس حجة وإن عملوا بها، وتصحيح من صححها أيضا ليس حجة إذا كان لا ينطبق عليها شروط الصحيح. يكون هذا غالطا في تصحيحه، نعم. نعم. وقد يكون سبب الغلو في تعظيمه من بعض المنتسبة لمقابلة الروافض، فإن الشيطان قصده أن يحرف الخلق عن الصراط المستقيم، ولا يبالي إلى أي الشقين صاروا. لا يبالغ في تعظيم يوم عاشوراء على ما شرعه الله، وإنما تعظيمه يكون بالصيام فقط، شكر الله عز وجل، فلا يزاد على ذلك التوسعة على العيال وجعله يوم عيد وفرح وسرور، لا يجعل هذا، نعم.
فينبغي أن يجتنب جميع هذه المحدثات. نعم، من الطائفتين، لا الطائفة الناصبة التي تناصب أهل البيت العداوة، ولا الشيعة الذين يزعمون محبتهم كذبا ومهتانا، وإن أحبه من أحبه من جهالهم فهو على غير هدى وعلى غير المحبة الشرعية، المحبة الدينية، أن يحب لله وفي الله، وأنه من قرابة رسول الله، بل هو ابن رسول الله فيحب، لكن أنه يوضع شيء ويكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ما لا يجوز قطعا. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: من هذا الباب شهر رجب، فإنه أحد الأشهر الحرم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل شهر رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل رجب حديث آخر، بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب. نعم، ومن الأزمنة التي زعم لها فضائل شهر رجب. شهر رجب من الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال، أما غير ذلك فليس له فضيلة على غيره من الشهور، وما روي في فضله فلا أصل له. إنما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا رأى هلال رجب: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وهذا أيضا فيه مقال. أما ما روي في فضائله وصوم أيام منها وقيام ليالي من لياليه أو ذبح الفرعة والعتيرة وما أشبه ذلك، كل هذه من البدع، بل بعضها من أمور الجاهلية التي نهينا عن إحيائها. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والحديث إذا لم يعلم أنه كذب فروايته في الفضائل أمر قريب. هذه قضية العمل بالحديث الضعيف. نعم، الذي لا يعلم أنه كذب له ضوابط يجوز أن يعمل به، بشرط أولا أن لا يعلم أنه كذب. نعم، فروايته فهذا يعمل به. ثانيا أن يعمل به في فضائل الأعمال الترغيب والترهيب، ولا يؤسس به حكم شرعي من إيجاب أو تحريم. ثالثا أن لا يجزم بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يقال روي أو ورد أو ما أشبه ذلك بصيغة التضعيف. نعم، ولا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما إذا علم كذبه فلا يجوز روايته إلا مع بيان حاله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. نعم، والحديث المكذوب لا تجوز روايته إلا لبيان حاله، لأجل التحذير منه. نعم، لئلا يغتر به أحد، فلو ترك ولم يبين ربما يلتبس على بعض الناس، فكونه يروى ويبين حاله وأنه موضوع هذا من النصيحة لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. ولذلك العلماء بيّنوا في كتبهم، بل خصصوا كتبا للأحاديث الموضوعة، وأيضا بيّنوا الوضاعين بأسمائهم حتى يعرفوا ويشتهروا ويحذر منهم، وهذا من النصيحة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يرى ويترك ولا يبين حاله فهذا هو يكون من التغرير بالناس. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. للمؤلف بقية حديث عن رجب وما أحدث فيه ندعه إن شاء الله للقائنا القادم لتصرم وقت هذا اللقاء دونه. في نهاية هذه الحلقة نشكر لشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان، ونشكر لكم مستمعين الأفاضل ما تكرمتم به من المتابعة، ونسأل الله يوفقنا وإياكم للعمل الصالح والعلم النافع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت أخي عبد الله السلولي، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.